خرج الحسين من مكة حرم الله وأمنه بعائلته، نعم بنسائه بأخته الحوراء زينب. هذا الشاعر خادم الحسين السيد موسى السلمان نعم يصور لنا محاورة لسان الحال بين العقيل زينب وبين أخيها الحسين عليه السلام. قل له خلنا يا خويا نطوف ويا جملة الناس، نوقف الوقفة والمبيت وعقب الأبا نعيد ونطلع من أراض مكة على الراس. هلت دموع وصاح والمهجة لضيع. شي يقول الحسين؟ يا اختي يا زينب يختلف هالعام حجنا، انا وابو فاضل عضيد وكل هلنا، لازم بعرصة كربلا يا نبذل مهجنا، ولازم تشوفينا على حر الوطية. فصل فصل ابو علي. اما البطل عباس بيحج عالشريعه ويطوف حال الماي والحاله فظيعه، احراما من الزندان جفنا قطيع، وتقصير فضخ الراس بعمود المنية، والجسم العريس والأكبر المبروك، أوصال يا اختي قطعوا وهب ذيك البروك، ساعة وخيمنا تختلي من نور البذور، وتحج بين خيام يا زينب خلية. وويلا وانا طوافي يصير بين اجساد صرعا، مرة على الشاطي ومرة المعركة أسعى، ومن عادة الحجاج تسع أشواط سبعة، وأنا بزيد أشواط برض الغاضرية. أنا يا زينب كعبة الله برض الطفوف، جسمي قطعون بنبيل ورماح وسيوف، ويصعد علي ابن الخنا وعيونك تشوف، وما بيتي يصير تحت الأعوجية، وقوفك بمكة يصير أعلى الهزيلة، من كربلاء الكوفان ما يحصل مثيلة. يتشمت ابن زياد باكر يا العقيلة، والعيد برض الشايب لا رحت سفية. وحسينا